وأحلى من سنين عمرها هدى عمري خلص. الحقيقة تبقى فين أسئلة اسلاموفوبيا 2 حلقة 18. موضوع الصبر كان في ناس كتير اتكلمت معايا فيه وقالوا انت مش صبور. بس موضوع الصبر عامة بحس ان هو اصلا في مشكلة او في اشتغالة كده كانوا بيشتغلون فيها في موضوع الصبر ده. يعني في امثلة كتير، الصبر مفتاح الفرج، يعني خليك صابر لغاية لما الفرج يجي، ومش عارف الصبر يبلغ الاماني وحاجات كده كتير. بس بحس ان هو برضو كان ممكن يكون ليه دعوة بان هم بيسكتوا الناس بموضوع الصبر ده. اذا كان دينيا فهو اصبر على فقرك وهتخش الجنة في الاخر، واصبر على مش عارف ايه. بحس ان هو ناس ابتدعت الموضوع ده علشان تريح بالها، يعني دي حاجة مش بايدك فاصبر عليها وخلاص ومسيرها هتخلص يعني. وكان رد فعلنا احنا مع الموضوع ده من ناحية الدينية برضو ما كنتش مقتنع بيه قوي، ان احنا كان بيتقلنا ما كناش بنفهم مضمون الصبر او معناه بجد. احنا كان بيتقلنا لما تحصل لك حاجة قول الحمد لله. فمثلا فلان يقع تلاقي كل قاعدين مثلا لو في اللوكيشن هنا الحمد لله الحمد لله المهم ان انت كويس، واحد عمل حادثة الحمد لله الحمد لله المهم ان انت كويس، ويجي يبتدي يشتكي او يبتدي يعني يتوجع او يبتدي يقول اللي جواه بجد، يتقال له ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ قول الحمد لله قول الحمد لله. فما اعرفش، بحس ان اتربطت الحمد لله بسد خانه كده، قولها واسكت. موضوع ان الناس طول الوقت او طول عمرها كانت بتقول لنا ومربينا على ان اصبر وربنا بيمتحنك، او استحمل لازم تستحمل لازم تستحمل لازم تستحمل. طب افرض انا ما استحملتش، يعني على طول، يعني انا عارفك، يعني انا ما اعرفش ايه العاقبه ان انا لو ما استحملتش، يعني ايه اللي هيحصل؟ هتعاقب بايه او هتكافئ بايه لو استحملت؟ مش عارف، يعني ممكن يكون بيتقال هتكافئ بايه، بس على طول في عقاب خفي مش معروف. وبالنسبه لي المجهول ده اكتر حاجه ممكن تخوفني. فبيتقال لك لازم تصبر، لازم اصبر، يبقى اكيد في حاجه الناحيه الثانيه في ضد، فلو ما صبرتش هتحصل لي حاجه، او لو ما صبرتش هتعاقب بحاجه. طب افرض انا مش مستحمل، يعني وربنا خلق فينا حاجات اصلا عكس الصبر، يعني ما انت لو اتضربت لو اتخبطت بتقول اه، وحاجه لا اراديه. طب ما المفروض اصبر على الوجع واسكت واكتم وبتاع، طب ليه ربنا خلق دي حاجه فيا يعني؟ فانا عم بحس ان انا بناقض نفسي. طب انا عايز اشتكي، عايز اقول ده مش عاجبني، وايه اللي اصبر عليه وايه اللي ما اصبرش عليه؟ ما اعرفش. طب الكلمه اللي اتقالت للصبر حدود دي صح ولا مش صح؟ مع ان المفروض ان في حياتنا ما يبقاش للصبر حدود، المفروض نفضل على طول بنصبر، لان احنا مش عارفين هنموت امتى. فالحدود بقى ربنا اللي عارف ميعادها بقى هتخلص امتى، حدود صبرك بقى لما تموت. فالكلمه دي صح ولا غلط؟ انا مقتنع بيها، يعني احنا كبني ادمين بنتعامل بيها مع بعض. يعني لو واحد قعد يتعبني في التعامل خلاص صبري هينفذ. طب يعني ولا المثل الاعلى، بس يعني واحد بتحصل له مشاكل كتير ممكن ما يصبرش في الاخر، ده هو اللي غلطان ولا مين غلطان؟ حاسس ان احنا عندنا مشكله كبيره في فهم معنى الصبر. انا مش فاهم يعني ايه صبر قوي يعني، واوقات بحس ان احنا بنستخدمه غلط. يعني ممكن الصبر ناس تستغله غلط، يعني واحد يقعد يستغل في حد، واحد يقعد يستغل في شعب بموضوع الصبر ده. فأنا مش فاهم ايه انواع الصبر وايه هو الصبر اصلا. يا ابني الدنيا دي دار اختيار، طول عمري بسمع الجملة دي. اختيار مثلا زي ازاي هتفضل مواظب على الصلاح، ازاي هتفضل كويس مع الناس وتتعامل بأخلاق الدين الكريم. الصبر بقى بالنسبة لي أصعب اختيار. أنا بصلي وبصوم وبحاول أكون كويس مع كل الناس، بس أوقات بتعب، صبري بيخلص، أوقات ببقى عايز أصرخ من اللي جوايا، طب هو أنا كده وحش؟ أنا كده مش راضي؟ أوقات ببقى فعلا مش قادر أستحمل ولا قادر أكمل، مع أني مؤمن بقضاء ربنا، بس مش عارف، بجد أنا مش عارف. لو واحد عنده بيت تمنه 10,000 جنيه والنظام
فرضا يعني في بلدهم ان لو بيته اتحرق التعويض 100 مليون جنيه. وبعدين واحد خد مراته وولاده وراحوا يتغدوا في مطعم، فجاله تليفون من الجيران وقالوا له بيتك اتحرق وعفشك وملابسك وكل حاجة اتحرقت. تفتكروا هيكون رد فعله ايه؟ بيته 8 و10 تلاف لكن التعويض 100 مليون. طبعا هيقول الله اكبر الحمد لله وهيفرحوا. ليه؟ مع ان المصيبة كبيرة، لان معرفتهم بالتعويض الكبير هون عليهم المصيبة، بل خلاهم يفرحوا بالتعويض الكبير اللي جاي، بالثواب اللي جاي. يبقى لو الانسان ادرك ثواب الصبر قد ايه كبير قوي وعظيم قوي هيقدر يصبر. اولا الحسنة في الاسلام 10 امثال الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والحسنة في مكة مضاعفة ب100,000. هل هناك ثواب اكبر من كده اللي هو مضروب في 100,000؟ اه، ثواب الصبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من تفسيرها إنهم ما يقفوش أصلاً لحساب، ما يتحاسبوش يوم القيامة على الجنة دوري. ومن تفسيرها أيضاً إن ثوابهم لا نهائي، مضروب في يعني ما تقوليش بقى 10 ولا 700 ولا 100,000، بغير حساب. ربنا كريم جداً. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى كل حاجة بنعملها بيتعملها أبجريد لأفضل حاجة احنا عملناها فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا أول حاجة بيسأل عنها الإنسان الصلاة. لو شخص اللي بيتحاسب دوا من الصابرين يبقى هيتحاسب طبقا لأحسن شيء كان بيعمله، بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى لو هو صلى مثلا في حياته كلها 25,678 صلاة، أحسن صلاة فيهم أني واحدة تطلع صلاة العشاء مثلا يوم 17 رمضان سنة كذا، لأنه أسبغ الوضوء ونزل بدري وانتظر للأذان وقعد في الصف وصلى في الصف الأول خلف الإمام في خشوع وتدبر معاني القرآن اللي بيتلى في الصلاة وبكى من خشية الله ولم يؤذي أحد في المسجد بصوت الموبايل بتاعه ولا بريحة العرق بتاعته ولا بريحة سجاير هو شاربها، بل بالعكس الناس بتشوفه بتشعر براحة وبيبقى مبتسم ونظيف وهادئ، وربنا قبل الصلاة دي أفضل صلاة في 25,678 كلهم، وهو من الصابرين. ربنا هيحاسبه بأحسن شيء بيعمله. يبقى كل الصلوات التانية 25,677 يتعمل لهم أبجريد، يتعمل لهم عملية ترقية، ويبقوا كلهم محسوبين زي الصلاة دي. اللي بعده الصوم. صام كم يوم في حياته؟ 935. أحسن يوم فيهم أنه اليوم الفلاني. ليه؟ للأسباب التالية. كل 934 التانيين يتعمل لهم أبجريد ويتحاسب عليهم أكن هم كلهم في نفس جودة هذا اليوم، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى لما نقول ربنا كريم اوعى تقارن كرم ربنا بكرم عمك ولا كرم أبوك، لا، فكر في الخزائن المفتوحة اللي لا تنفذ، فكر في من يعطي ولا يخشى الفقر، فكر في اللي لا يخشى نقص أي شيء عنده. المسألة التانية بقى هي أنواع الصبر. العلماء قالوا إن الصبر 4 أنواع: الصبر على المصيبة، النوع التاني الصبر على المعصية، النوع التالت الصبر على الطاعة، والنوع الرابع الصبر على النعمة. الصبر على المصيبة، على المعصية، على الطاعة، على النعمة. الصبر على المصيبة احنا اتكلمنا عنه، قلنا ازاي الواحد يصبر بمعرفة الثواب الكبير، فنرجو ما عند الله فيستطيع الإنسان أنه يصبر على المصيبة لأنه عارف إيه اللي عند ربنا وعارف قد إيه ثواب كبير. الصبر على المعصية خاصة في زمن أصبحت المعصية فيه سهلة والناس بدأت تألفها وتتعود عليها لدرجة بقت المعصية شكلها عادي وبقت أمر طبيعي. شرب السجاير، عدم الالتزام بستر العورة، كل الحاجات دي الناس ابتدت تألفها. أهم حاجة الإنسان يقوي إيمانه وعلاقته بالله عن طريق القرآن والذكر بتدبر، وإنه ما يألفش المعصية، ينكر المعصية بقلبه، إذا ما قدرش ينكرها بلسانه ويتكلم ضد هذه المعصية ولا بإيده ويغيرها، على الأقل يكون بينكر المعصية بقلبه. الصبر على الطاعة اللي هو الصبر على العبادات، الطاعة بتاعت ربنا بتبقى مصحوبة بشيء من الصعوبة،
يعني الصحيان الساعة 4 الصبح وغسل الوجه والإيدين والرجلين والناس نايمة في سرايرها ده مش أمر سهل. القيام لله والناس نايمة مش سهل. السجود لله في وقت الناس فيه نايمة مش سهل. بتستمتع الناس بالنوم وانت بتقف تقوم الليل، الأمر ده مش سهل. بس برضو ما هو مش ببلاش لو الناس عرفت الثواب اللي في ذلك. يعني لو الناس عرفت ما في صلاة الفجر والعشاء من ثواب، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأتوها حبوا، يعني يجوا على ركبهم لصلاة الفجر والعشاء، يعني زي الأطفال اللي مش عارفة تمشي من كتر أهميتها لو عرفوا الخير اللي فيها. يبقى لازم أقيم علاقة بالله حتى أستطيع أني أصبر على الطاعة. المهم أنها تبقى بحب، وجزء خوف من عقاب الله وجزء طمع في نعيم الله، دي كلها تبقى عوامل مساعدة في العلاقة بالله. لكن الأصل لازم يكون هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النوع الرابع بقى وهو الصبر على النعمة، وده أصعب الأنواع. النعمة بتغري الإنسان بنفسه، بتخليه يتغر، بيفتكرها شيء هو بيمتلكه فيبدأ يسرف فيها ويسيء استخدامها. يعني يبتدي يحس ان النعمة دي شيء ذاتي هو قدر يعني ينميه في نفسه، وينسى ان ربنا هو اللي اداله النعمة دي. فبدل ما يشكر النعمة ويعمل بيها اللي يرضي ربنا، يبدأ يعمل بيها ما يغضب الله ويستعملها بطريقة غير اللي ربنا قال له عليها. يعني الفقير ما قدامهش غير انه يصبر على الجوع، لكن الغني صعب عليه ان هو لا يسرف ولا يبذر، لان الانفاق له لذة وشهوة. المرأة الجميلة ممكن تشعر ان جمالها ملكها مش ملك ربنا، هو اعطاها هذا الجمال عشان يختبرها ازاي هتستخدمه، ازاي هتظهره، هل بالطريقة اللي قال عليها ولا لا. القوي هيستعمل قوته في مساعدة الناس ونصرة المظلوم، ولا في ظلم الناس وقهر الناس. سيدنا يوسف مر في ابتلاءات كثيرة، اخواته تأمروا عليه، ارادوا ان هم يقتلوه، رموه في البير، اتباع عبد هو اصلا حر، امرأة العزيز حاولت تغويه، اتسجن الظلم سنوات عديدة، ثم اصبح حاكم لمصر اكبر واغنى بلد في الدنيا في هذا الوقت. يقول العلماء ان التمكين ده هو اكبر ابتلاء ليوسف، لان الصبر على النعمة هو اصعب انواع الصبر. عموما انا عايز اقول ان الصبر مش صعب، بس برضو مش سهل. الصبر تحدي، الصبر تحدي كبير بيواجه الإنسان. لو أنت مقاتل هتنتصر على هذا التحدي، لكن لو مستسلم هتنهزم. وهي الدنيا إيه غير تدافع؟ الحق بيدفع الباطل، الخير بيدفع الشر. لذلك عليك أنك تكون مقاتل عشان تنتصر على هذا التحدي الكبير، وربنا يعيننا كلنا على هذا الصبر. أسئلة بتزيد وتنقص، وعقلك من سنين عمرها هدى عمره خلص، الحقيقة تبقى فين؟ بس شكي لسه عايز يلمس النور والأمان، حتى لو مش هقدر أوصل حبل صبره لسه أطول من الإجابة ومن المكان. هو مين وإيه اللي جابك؟ إحنا فين؟